أهلا بكم من جديد. وافق مجلس الوزراء اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون الشرطة المجتمعية داخل هيئة الشرطة، من حملة الشهادة الإعدادية من الجنسين بهدف توفير قدر من الأمن في الشارع المصري وإجهاض المحاولات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد حسب نص مشروع القانون. قد اعتبرته قوة سياسية وحزبية بداية لعودة ممارسات شرطة حبيب العدلي تحت مسمى آخر، بينما رأى قانونيون أن هذا المشروع به جدل دستوري حول صلاحيات جهاز الشرطة، ويعني عودة البلطجية المعروفين بصلاتهم بالأجهزة الأمنية ولكن بشكل قانوني ورسمي في الوقت الذي وافقت عليه الأجهزة الأمنية ورحبت به. هل هي خطوة فعلا لإعادة الأمن المفتقد إلى الشارع أم هي باب لتقنين البلطجة؟ مجلس الوزراء يوافق مبدئياً على تعديلات قانون الشرطة والتي تقضي بتنفيذ مشروع الشرطة المجتمعية. التعديلات التي تقدمت بها وزارة الداخلية على القانون تهدف لإضافة من سيطلق عليهم معاوني الشرطة المجتمعية إلى هيئة الشرطة، وهم من المدنيين حاملي الشهادة الإعدادية ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و22 من الذكور والإناث ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة العصري كما نص مشروع القانون. القانون الذي من المتوقع أن يثير جدلاً كبيراً يأتي مشفوعاً كما هي العادة بتأكيدات الخبراء الأمنيين من رجال النظام القديم المتجدد حول كون المبدأ مطبقاً في دول العالم المتقدم والعديد من الدول العربية بهدف تحسين التواصل بين الشرطة والمجتمع والمساهمة في نشر الوعي الأمني وحل النزاعات عرفياً والحد من تفشي الجريمة. على أن أخطر ما في المشروع الجديد هو إعطاؤه حق الضبطية القضائية لمواطنين مدنيين هم معاوني الشرطة الجدد، ليكون بوسعهم التوقيف والتفتيش حال الاشتباه الجنائي وصولا إلى حق الضبط والإحضار على إخوتهم المواطنين العاديين. المسودة التي وافقت عليها الحكومة مبدئيا تحدثت باقتضاب حول دور وزارة العدل في مراعاة سيادة القانون، مستشهدة بالمادة 59 من الدستور والتي تلزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة للمواطنين، بينما خلت من أي تفاصيل حول كيفية الرقابة على المواطن الذي ستمنحه الشرطة حقوقا يجادل كثيرون في أحقيتها هي ذاتها في ممارستها، كما يحتجون على استمرار عملها في غياب الرقابة العدلية أو الشعبية البرلمانية، تماما كما اعتادت قبل ثورة يناير التي كان قيامها يوم عيد الشرطة وربما أكثر. ويتصالح ونرجع مصر قبل 30 قبل 25. من المسلم به لدى كثير من المراقبين أن مصر تمر بأزمة أمنية تتعلق بأمن المواطنين أكثر مما تتعلق بأمن السلطة المستتب غالبا، وأن الشرطة المصرية قد أفلتت حتى اليوم من أي محاسبة حقيقية على جرائمها الحقوقية عبر عقود متطاولة تحت ستار حماية البلاد من الإرهاب بعد حراك 30 يونيو. ما يصيب كثير من المراقبين بالريبة بإزاء أي مبادرة تقوم بها الشرطة تحت زعم تأمين المواطن، وما هي في رأي كثير منهم إلا زيادة في إحكام قبضتها البوليسية على الحياة والأحياء بتجنيد نصف الشعب بصاصين بلغة العهد المملوكي على النصف الآخر. ولمناقشة موضوع الشرطة المجتمعية أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. معي في الاستوديو وائل عباس الناشط السياسي والمدون، أهلا وسهلا بك. كما أرحب بالعميد طارق الجوهري الخبير الأمني ضابط الشرطة السابق، أهلا وسهلا بك. معنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ أسعد هيكل المحامي والناشط الحقوقي، وسيكون معنا ضيوف آخرون. وأبدأ بك سيادة العميد، هو مبدأ مطبق في كثير من البلدان، لماذا هل نحتاجه في مصر؟ هل هو مطلوب في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو لما ننظر للمسمى نفسه الشرطة المجتمعية ثم ننظر إلى الأهداف المنشودة من هذا قد نجد قبولا، يعني ما يقول زيادة الوعي الأمني لدى المواطن، زيادة الالتحام والشراكة بين المواطن والشرطة، يبدو هذا أمرا جيدا يعني. لكن لما نتدبر التوقيت اللي فكروا فيه في هذا الأمر، لما نتدبر لماذا طرأ هذا الأمر، لما نتدبر الشروط والضوابط تشعر بلا تردد أن هناك مآرب أخرى. يعني الأمر يعني بلا تردد ستتأكد أن
ما هو إلا مسمى، لكن الأمر يحتمل أو يحمل أمور أخرى. زي إيه يعني؟ يعني إيه مخاوف حضرتك؟ يعني نمر واحد. أولا هناك مشكلة أصلا اللي كان مفروض بناء عليها يعني تكون هناك مقترحات جديدة، وهي غياب الوعي الثقافي والتوعوي حتى لضابط الشرطة وحتى للرتب الكبيرة، مش كمان للكوادر الأخرى. يعني أنا اعتقدت أن هيبقى فيه أفكار تدعو إلى معالجة هذا القصور اللي موجود عند الضباط في الناحية الثقافية، لكن أفاجأ أن أنا هجيب مجموعة من الأفراد تحمل الشهادة الإعدادية. يعني أنا عايز أوسع المسافة الثقافية ما بين الضابط وما بين الكوادر الأخرى. الكلام ده قد يكون مقبول في القوات المسلحة، قد يكون مقبول كمان في أوقات الحروب، لأن الأمر مش هيبقى يعني إيه لا وقت أو لا فرصة أنك تجتهد، فلابد أنك تنفذ الأوامر. قد يكون هذا مقبول في حرب الإرهاب، معلش يعني. لكن انا يعني المفروض ان انا لو كان هذا الامر مقبول لو العميد طارق الجوهر هيقترح مشروع لعمل شرطه مجتمعيه، اولا هظبط كل الامور. اولا ضباط الشرطه لابد ان هم يدخلوا مجاميع كبيره، ده مبدئيا الاصل ان انا ابدا يعني اظبط الكيان في الاول، ان ضباط ده هيكله الداخليه. انا نمره اتنين عايز انا بقول بقى لحضرتك عشان اعمل شرطه يبقى اذا اخد مثلا ايه المعاهد الفوق المتوسطه، يعني ارتفع بمستوى الثقافي للكوادر الشرطه علشان اقدر يعني اوصل للمستوى اللي انا عايزه. لكن اجيب نوعيه اخرى مجرد انها حاصله الاعداديه عشان اقول له كن فيكون، عشان اقول له افعل فليفعل، فده الامر واضح. دي نمره اتنين. نمره تلاته، طب انا عندي اصلا معهد مندوبين الشرطه، يعني معهد مندوبين الشرطه ده فيه ما بين الاعداديه وما بين ما يوازي الثانويه العامه، كنت ممكن جدا انشئ فرع فيه، ما الامر مش محتاج يعني مجموعات اخرى واعداد اخرى. طيب. يعني وائل عباس، ايه المخاطر من انشاء شرطه مجتمعيه في هذه الظروف؟ انا دايما بقلق لما يبتدي النظام يتكلم يقول احنا هنعمل ده عشان والله في الدول المتقدمه وفي الدول العربيه الشقيقه وفي امريكا بيعملوا كذا ومش بيعملوا كذا، دايما بيكون في مصيبه في نهايه الموضوع ده، لان لما بنحاول نقارن دايما بدوله تانية فاحنا مجلس حقوق الانسان لسه من يومين في جنيف بيقول ما امريكا فيها انتهاكات لحقوق الانسان. بيقتلوا الناس في الاعتصامات، يعني اوكيباي وول ستريت ما شاء الله هم قتلوا كل المعتصمين في اوكيباي وول ستريت الحمد لله، فاحنا بنقلدهم بالظبط يعني ما ماشيين على خطاهم. موضوع ان يعني انا عندي كمان تخوف ان القوات الجديده اللي هتتعمل دي ممكن تبقى فداء لضباط الاخرين اللي هم مش عايزينهم يتقتلوا في العمليات، لان بقى في خسائر كتيره في الارواح لضباط الشرطه، فقال لك نجيب لنا شويه ناس غلابه بالاعداديه مثلا او كده ونشغلهم بدل الناس دي ما تتقتل او تروح فيها. والمفروض ان هو مش بس بالاعداديه ده، هو خد اعداديه وقاعد هائم على وجهه في مصر مش عارف بيعمل ايه لحد ما بقى عنده 18 سنه ما هو او حتى 22 سنه. دي النقطه اللي كنت لسه هقول لك عليها، هو يعني قلب الاعداديه واشترط سن هو معين، هيتجاب بقى اللي هم المرشدين واللي هم بلطجيه واللي هم كانوا شغالين بقى معاهم من الاول، وانت معاك الاعداديه ولا معاكش الاعداديه معاك، طب اشتغل بقى معانا طالما انت ايه نشغلك بقى رسمي، يبقى انت ايه ليك وضع رسمي يعني بس لازم تكون صحيفه الحاله الجنائيه بتاعتهم بنشتكي. يعني بيضة، يعني ما ينفعش يشغل بلطجي سوابق، ما هو الشوارع مليانة بلطجي، بلطجية معهمش سوابق خالص يعني. ما شاء الله يعني البلد عمالة بتنتج كفاءات في هذا المجال يعني. طيب احنا معنا ايضا المحامي اسعد هيكل. استاذ اسعد، استمعت الى وجهتي نظر العميد طارق الجوهري والاستاذ وائل عباس، تعليقك على انشاء شرطة مجتمعية في هذا الوقت في ظل هذه الظروف والاداء الشرطي الذي تنتقده كل وكالات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان حتى المصرية، حتى مجلس حقوق الإنسان نفسه، حتى مسؤولين في الدولة بيقولوا أنه هو مش منضبط، حتى وزير الداخلية قال أنه مش منضبط. في ظل هذه الظروف هيعمل شرطة مجتمعية من حملة الشهادة الإعدادية اللي مضى على تخرجهم ما يصل إلى 5 سنين أو 6 سنين أو أكتر. في ظل هذه الظروف هل هذا هو الوقت المناسب لإنشاء شرطة مجتمعية؟ طيب خليني الاول احيي سيادتك استاذ دين واحيي ضيوفك الكرام وحضرات مشاهدين قناه الجزيره المباشر مصر. اهلا وسهلا. بدايه طبعا انا لي تعقيب وشرح على ما قاله ضيوفك. للاسف يبدو ان هناك معلومات مغلوطه وصلت اليكم، فوصفتم من يعينون معاونين للشرطه بانهم من البلطجيه ومن الفئات الاقل في المجتمع، على العكس من ذلك صحيح. يعني يمكن حضرتك تحدثت منذ لحظات وقلت أن يكون قد مضى على تخريجهم 5 سنوات. وبالتالي يفهم من هذه العبارة اللي حضرتك قلت أن هؤلاء درجة علمية
هي في حقيقتها تساوي درجة الرتبة العسكرية اللي هي ملازم ثاني، ولكن ستكون في وظيفة مدنية. وخليني يا أستاذ زيد أعلن لديك عن لو مرة عن أننا في شهر 5 من عام 2011 كان لقاء مع اللواء منصور العسى وزير الداخلية. وطبعا كما تعلم لم يكن هناك إخوان ولم يكن هناك سلطة قائمة في هذا الوقت في المجلس العسكري. نحن كأعضاء نشطاء حقوقيين كنا في هذا الوقت في لجنة الحرس في نقابة المحامين، ولم يكن أيضا في النقابة مجلسا، وتقدمنا للواء منصور عيسى باقتراح إصدار قانون عاجل بالاستعانة ب 15,000 من خريج كلية حقوق على الأقل ليعملوا بوظيفة معاون شرطة. تمام. يتلقى الشكاوى من المواطنين. تمام. أنا أذكر ذلك جيدا. أذكر ذلك جيدا. صحيح. أذكر ذلك جيدا أستاذ أسعد. وأذكر أيضا نعم أنه كان مطروح أيام الرئيس مرسي ذلك أيضا. لكن كان الحديث أيوة عن أيوة اسمح لي أيوة انه كان مطروح الحديث ايضا هذا الامر طرحناه ايضا طيب. على النظام جماعه الاخوان. طيب خليني بس اوضح للمشاهد الفارق خليني اوضح للمشاهد الفارق بين ما تقوله حضرتك وبين المطروح في القانون، لان المطروح في القانون مش بيتكلم على حملة الشهادات الجامعيه، بيتكلم على حملة شهادات الاعداديه فقط. ليه الاعداديه؟ اشمعنى الاعداديه يعني؟ لا بص يا استاذ انا اتحدى ان حد يكون عنده نص القانون الحقيقي حتى الان. هذا القانون حاليا الان في قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدوله. القانون منشور في الصحف. منشور في الصحف. يعني اللي منشور في الصحف. هذه الجريده الرسميه. طيب اللي منشور في الصحف. لك الجريده لك الجريده طيب. الرسميه حينما تصدر من المطابع الامريه بها نص. حينما تصدر الجريده طبعا سيكون هنالك كل شيء. الصحفيين بيجيبوا كلامهم. لكن في الاخر هو منشور في الصحف. اللي منشور في الصحف يا استاذ اسعد بيقول حملت الشهاده الاعداديه. وكلام وزير استنى بس استنى 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 بس لحظه وكلام وزير الداخليه نفسه بيقول حملت الشهاده الاعداديه. هو وزير الداخليه بيقول كده. لا 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 الوزير لم يقل ذلك اطلاقا يا فندم. ده بيقول علشان دول هم اللي مؤهلين ويبقى عندهم ثقافه امنيه وما يقعدوش يروحوا يدرسوا ويضيعوا وقتهم في التدريس زي ما بيعملوا الضباط. ده كلام محمد ابراهيم. ده بيعين في درجه اسمها درجه حامل الشهاده الاعداديه. هو مش محتاج ده. احنا بنتكلم في معاون الضبط القديم اللي هو بتاع زمان قبل ثوره 52 اللي كان بيقعد في القسم يتلقى الشكاوى من المواطنين ويحققها وتكاد درجته تقترب من درجه معاون النيابه طيب العامه. ايه الضمان يا استاذ اسعد انه مفيش ايه الضمان ان مفيش بلطجيه يتعينوا في كمعاونين شرطه؟ ايه الضمان؟ في ضمان البلطجيه موجودين في كل عصر وفي كل وقت من المجلس العسكري وايام الاخوان والمحاليه. البلطجيه دي قضيه مجتمعيه تحتاج معالجه اخرى غير هذا القانون. أشكرك. تحتاج عقاب وتحتاج ان السلطه تتحرك في اتجاه تطبيق دوله القانون على الجميع. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ اسعد هيكل المحامي والناشط الحقوقي. في رد على كلام الاستاذ اسعد؟ طبعا يعني احنا لينا الاصل ما نشر على جميع المواقع والجرائد ما تحدث عنه وزير الداخليه. عندما ياتي جديد يبقى نقول كلام الاستاذ اسعد. انا قلت في بدايه كلامي ان المسمى والهدف لا نختلف عليه. مش حضرتك انا قلت هذا الكلام لكن احنا بنختلف على الضوابط والشروط اللي موجوده. طب الضوابط والشروط دي انا جبتها منين؟ انا جبتها من الجرائد ومن المواقع ومن حديث وزير الداخليه. اذا كان دور الشرطه المجتمعيه دي حل المشاكل دون اجراءات رسميه يعني زي ما بيعملوا في دول ثانيه هيبقى عندك مشكله. ما هو الاسم بيعمل كده برضه لما بيروح له اتنين بطحين بعض بيقول لهم يتباتوا في التخشيبه بس الظباط مش تتصالحوا. عندهم حاجات تانية دلوقتي الناس بتتخطف دلوقتي من بيوتها. الناس بيشمموهم مخدر وياخدوهم يقطعوا اعضائهم ويخطفوهم. الناس بتتخطف من عربياتها. الناس بتتخطف عربياتها منها وهي ماشيه في الشوارع. في جرائم مستحدثه ومنتشر على نطاق واسع والشرطه ما بتعملش حاجه غير انها بتقوم بدور مش هيبقى في دور عمل الشرطه المجتمعيه لان ده مش واجب الشرطه اوريدي قايمه بدور الوسيط بين المخاطفين وبين الاهالي اللي بيدفعوا الفديه. يعني دي حصلت قرارات كذا مره وده نشر في ما بقولش سر وما بقولش حاجه مش معروفه. ده بنتنشر في الجرايد ان الشرطه هي اللي بتتفاوض حامل الاعداديه في الفديه. يعني برضه يعني دي لوحدها علامه استفهام كبيره. يعني اذا كانت الضبطيه القضائيه الضباط نفسها لا تستوعبها كامل الاستيعاب اديها الواحد حامل الاعداديه طيب. كيف هذا يعني؟ احنا نشوف كمان مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هل متفائلين خيرا بانشاء الشرطه المجتمعيه وما نشر في وسائل الاعلام وفي الصحف عن هذا القانون؟ هل هو يعني مبشر بالخير ام
يدعو الى التخوف نشوف مع مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حسام يحيى. اتفضل. هي ناقصه ده نص الناس مرشدين والنص الثاني بيشاور نفسه، ولا اقول لك ما يخلونا دوله عسكريه بالكامل زي اسرائيل. هي اسرائيل احسن منا في ايه؟ تغريدة يوسف صدوق على تويتر ومنه إلى تغريدة نهاد تقول البلطجية هيتعينوا على وظائف الشرطة وليس من أي حق أي أحد الكلام بعد ذلك، والتعدي عليهم تعدي على موظف عام أثناء القيام بعمله. تغريدة أخرى من محمود، الموضوع ده أنا فاكر شفته في جزء من أجزاء هاري بوتر، مستواهم فعلا بيتقدم. تغريدة أخيرة من منى، يعني هيشغلونا جواسيس على بعض؟ أهو ده اللي ناقص، ويا ترى عندهم سجون تكفي ولا هيأجروا من الدول اللي حوالينا؟ وننتقل إلى فيسبوك مع نادية، شرطة مجتمعية هي أول خطوة لوجود حرب أهلية حقيقية. تعليق أخير من فيسبوك مع إيمي، الشعب كله هيبقى معاه الضبطية القضائية، يبقوا أكيد هيستوردوا شعب من الخارج عشان يقبضوا عليه. شكرا حسام، وأشكر أيضا ضيفي في استوديو مصر ليلى وائل عباس الناشط السياسي والمدون، وأشكر العميد طارق الجوهري ضابط الشرطة السابق، وكان معنا أيضا أسعد هيكل المحامي والناشط الحقوقي. شكرا جزيلا، وما زلنا معكم في مصر ليلى وفي البرنامج بعد الفاصل. تحت شعار التطوير الثوري الواجب، تحالف دعم الشرعية يبدأ مشاورات لإعادة هيكلته بهدف تفعيل ما سماه التعاون مع الكيانات الشبابية. فلماذا تأخر القرار إلى ما بعد انسحاب حزبي الوسط والوطن؟